صالون متنقل لخدمات التجميل وتصفيف الشعر بالضفة الغربية. في هذه الحافلة تقدم فنانة التجميل الفلسطينية ياسمين محمد الخدمات للعرائس والعملاء الذين يحتاجون إليها خلال وقت قصير ولا يستطيعون الوصول إلى الصالون. واجهتنا بعض الصعوبات بوصول العرائس، بوصول المرافقات، بوصول اللي عندهم مناسبة خاصة يعني بتخصهم، يعني بطلوا قادرين إنهم يوصلوا بكل سهولة أو الوقت ممكن إنه يسرقهم بمناسباتهم. فإجتنا الفكرة بإنه إحنا نساعدهم بتقديم الخدمة إلهم بدون ما يخسروا ولا أي دقيقة بيومهم. وأطلقت ياسمين على الحافلة اسم جليتر وزينتها بشعار بيوتي أون ذا واي بالأحرف اللاتينية، كما تطمح إلى توسعة الصالون وفتح فروع أخرى له بعدما لاقى إقبالا كبيرا. أي إشي بخص المناسبات ميك اب شعر ممكن إنه نقدمه حاليا، بس إن شاء الله بنطمح لقدام شوي إنه يكون موسع بشكل أكبر وممكن إنه يكون له فيه سلسلة جليترات مش بس جليتر واحد. وكانت قيود فيروس كورونا التي منعت النساء من الذهاب إلى صالونات التجميل هي مصدر الإلهام لفكرة الصالون المتنقل، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجهها النساء عند نقاط التفتيش في أنحاء الضفة الغربية وما يترتب على ذلك من تأخير.